تشارك مملكة البحرين وللمرة الخامسة في معرض العمارة الدولي 16 بمدينة البندقية بإيطاليا، وذلك عبر جناح تقوم عليه هيئة البحرين للثقافة والآثار، ويحمل عنوان خطبة الجمعة. ودشنت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الجناح، الذي يعد دراسة معمقة حول الشعائر الدينية التي اعتمدت على فن الخطابة كخطبة الجمعة ودورها تاريخيا في تشكيل الحياة الاجتماعية والرأي العام وتأثيرها على المساحات العمرانية المشتركة ما بين الناس في المجتمعات المسلمة. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: اخترنا هذا العام أن يكون موضوع مشاركة البحرين حول خطبة الجمعة التي تعد أحد الملامح الهامة للمجتمعات في دولنا العربية والإسلامية، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع ليكون عنوان مشاركة البحرين يعكس على الهيئة للترويج للقيم التنويرية للإسلام عبر سنة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية 2018. وصمم جناح خطبة الجمعة من قبل المهندسة نورة السايح من هيئة البحرين للثقافة والآثار، ونورة عكاوي المهندسة المعمارية التي تعمل ما بين نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. ويستعرض الجناح تطور خطبة الجمعة عبر أوراق بحث وأعمال تركيبية تقع تحت هيكل كبير واحد. خطبة الجمعة هي موضوع مشاركتنا في بناء الهندسة هذا العام، التجمع الثقافي الهندسي الذي كرس البحرين كوجهة معمارية لها حضور على مستوى العالم. الكل يتطلع إلى مشاركة البحرين منذ حصول جناحنا في أول مشاركة على الأسد الذهبي. دائما رسالة البحرين عربية إنسانية، واليوم ونحن في يوم جمعة في رمضان نقدم خطبة الجمعة كوسيلة ربما لم نحسن استغلالها بالوجه الأكمل. خطبة الجمعة رسالة نستطيع من خلالها أن نوجه ربما نوعا من التوعية ونوعا من الرسائل الحضارية لمجتمع بحاجة إلى مزيد من المعرفة ومزيد من التوعية. هذا اللقاء اليوم بقرسيته بحضور هذا التجمع العالمي له رسالة إنسانية رائعة. كل تقدير للقائمين معنا على هذا المشروع والمشاركة البحرين في هذا التجمع العالمي الهام.